سيادة الرئيس بشار الأسد، حضرتك مثل ما يقولوا النشطاء العلويين، وعلى رأس فاطمة علي سليمان من القرداحة. بنضيعتك يعني، ما تسألك سؤال جدا وجيه للأمانة، يعني طالما أنه بعت المطار لشركة استثمار إيراني، يعني أنت كدولي، أنت كنظام حكم، أنت كنظام مسؤول عن 6 مليون، أعرف كم مليون عندك في المناطق اللي أنت مسيطر عليها، إذا كنت مسيطر يعني. بس جدلا يعني، مشان ما نتناقش بهذا الأمر، بعت كل شيء، كل المؤسسات الحكومية وكل الدوائر الحكومية بعتها للروس وللإيرانيين. هذه بشهادة القناة السورية، الإخبارية السورية، بالتقرير اللي حضرتك عرضته يعني، وكان مكتوب بأسفله بعد استحواذ الروس والإيرانيين على كافة الدوائر الحكومية في سوريا. هاي الشهادة تبعكن يعني، وتم حذف الفيديو فيما بعد، وتم زج الإعلاميين السوريين في السجن بس لأنه نقلوا هذا الخبر. هذا الخبر واقع وصريح، وكل الشعب السوري بيعرفه، والشمس اللي صاعدة حاليا بهذا الفيديو بتتغطى بغربال، يمكن تغطيها بفلتر بس بغربال بتتغطى. طيب ما علينا، بتكمل فاطمة علي سليمان وبتقول لك انه انت كدولي ما تبيع كلسونك حتى تعيش، ما تبيع كبتاجون حتى تعيش، ما تبيع حبوب جنسية. تخيل انت لوين، ما تبيع حبوب جنسية وما تبيع كبتاجون يعني مخدرات، وما تغرق العالم بهذا الشيء حتى تعيش وتصرخ يعني، انت ومرتك اسماء، بما انه طلبات الدليفري عندكن عالية. هني كطائفي مثلا، او هني كمؤيدين لإلكن، شو ممكن المواطن يبيع حتى يعيش؟ خصوصا اللي مقطوع رجله. طبعا بحسب احصائياتكن انتو، عدد الجرحى من الطائفة وعدد الجرحى من الجيش تبعكن يقارب 200,000 انسان. هودي 200,000 يعني، اللي مقطوع رجله، واللي مقطوع ايده، واللي راح عينه، واللي مبقور بطنه، واللي ملتعن سلاف ام اللي خلفه لاجري، هودي شو ممكن يبيعه مثلا يعني؟ ممكن يبيع الكبد تبعه ولا البنكرياس، ولا يتبرع بكريات الدم الحمراء تبعه حتى يضل عايش يعني؟ ولا حضرتكم كنت تنزلوا على البطاقات الزكية حبوب الكبتاجون تبعك انت حتى تصدروها برضو للشعب السوري، وتخلوه شعب بهلوس، والشعب بهلوس من دون شيء يعني، ما يهلوس حاليا بالليرة يعني، اللي صار سعر صرف الدولار فيها 10,000 ليرة سورية. ولك أوسخ منكم ما في، أوسخ وأقبح وأخنزر منكم ما في، ما في ما في ما في، ما راح ينجب التاريخ. أنتوا أوسخ من إسرائيل، انتوا اوسخ من اليهود، انتوا اوسخ من الشيعة.